اهلا وسهلا، مرحبا بكم. التعادل 0-0 في مقابله الترجي والنادي الرياضي الاسبيقسي، بما يعني انه الترجي يلتحق بالسياسات والاتحاد المنستيري خارج كاس سلمان. كذا فرق تونسيه تعجز عن المرور من الدور المجموعات، دور المجموعات في كاس الملك سلمان للانديه العربيه. كل التفاصيل في خصوص المقابله اللي انتهت منذ لحظات، مقابله الترجي SSS مباشره من الباحه من السعوديه. احمد عدله موجود معنا مباشره، مرحبا احمد. مرحبا بك اسكندر، مرحبا اللي يشاهدوا فينا على صفحتنا سبور باي موزايك. صوتنا وصوره من هوني من ملعب الباحه، وين انتهت منذ دقائق منذ لحظات مباراه الترجي الرياضي التونسي ونادي الرياضي الاسبيقسي بالتعادل السلبي. الترجي فوت في فرصه المرور الى الدور القادم، خاصه خليت النتيجه الاتحاد متقدم على الشرطه 2-1، ما نعرفش وفات 2-1 والا لا، ولكن الترجي الحقيقه قام بما عليه أربع مرات، لكن نعطيك رقم كونه أربع مرات الكرة تمس البوتو، أربع مرات كرة على عرضة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. تعدت الفرص، اليوم رينا حلول هجومية، رينا محاولات، رينا شرارة، عطاء أنا بور أوفنسيف كبير برشا للترجي الرياضي التونسي. وحتى التغييرات اللي قام بها المدرب معيش عبيني يمكن على حسب ما شفت من هنا من الجماهير اللي كانت حاضر، جماهير الترجي الرياضي التونسي، يمكن اللوم هو تضييع الوقت مع محمد علي بن حمودة. شفناه ضيع برشا كور خاصة في الشوط الأول، حتى لين ثم كرة ضاعت وقتها انا شفت كونه معين شعباني طلب خضر لمجدي تراوي، قالوا سي بون ما عادش معناه يليكوي فيزيكمون مونتالمون مورالمون. ثم برشا حكايات نجم تحكي على محمد علي بن حموده، ولو انه سامحني اذا كان تحكي على المهاجم الصريح للترجي الرياضي التونسي موجود محمد علي بن حموده اليوم. ممكن معلومه بكل احتراز نقولها في 48 ساعه القادمه، ممكن برشا ترجي يعلن عن اسم المهاجم الجديد نتاعو، خاطر فما اخبار تقول انه قريب برشا ترجي من انجاز وانهاء الصفقه هذيا. حتى الاسم بصراحه احنا ما عندناش الاسم، ما عندناش حتى التفاصيل، لكن المعلومه اللي عندنا تقول في 48 ساعه القادمه يتم اعلان الاسم تاع المهاجم الجديد المنتدب الجديد الاجنبي للترجي الرياضي التونسي. به هذه زاد معلومه تسوقها. كيف كيما عطينا حق الترجي نعطيو حق السي اس اس اليوم اللي لعب الفير بلاي. صبري بن حسن كان رجل المباراه من كوتي نتاع السي اس اس من جهه النادي الرياضي الاسبيقسي، منع برشا كور الحقيقه على غرام زاد كيف ما مشاش برشا القدام، لعب على الكونتر سي اس اس وقف وقفه صحيحه، قام بما يريد، يعني هو بالنسبه لي هو حفظ ماء الوجه ويلعب على الروح الرياضيه. حتى بعد المباراه فرحه ما بين جماهير النادي الرياضي الاسبيقسي وملاعبيه النادي الاسبيقسي مع بعضهم، شفناهم في مقابل ثم ديسيبسيون كبيره على وجوه لاعبيه الترجي الرياضي التونسي. ولو انه زاد نسوقوها زاد بكل احتراز، كي عاودنا شفنا اللقطه، مانيش خبير تحكيم، اما يظهر لي ثم لمسه يد على شادي الهمامي حتى كي رجع الحكم للفار. لا هو لمسه يد موجوده احمد، لمسه يد بالنسبه لشادي الهمامي موجوده، لكن زاد فما قانون في الكوره يقول لك في القانون نورمالمون تنبع نثبتوا الامور هذيا مع فاهم ان شاء الله وعادل زهمول، وقت اللي يكون زميله في نفس الفريق مس الكره في الديستونس هذيك الصغيره نورمالمون ما هيش بلانتي بالقانون. نتصور رجعوا للفار وشافوا مع بعضهم الكل واكدوا في الاخر انه مش بلانتي، دونك ديما نردوا بينا من القوانين الجديده، خاطر فما قوانين جديده وفما برشا تفاصيل نخليوا الخبراء تخوض فيها التفاصيل هذيا، لكن في الاخر ما فهمش بلانتي. نحكيوا في اللي في دو ماتش، اي نحكيوا في اللي في دو ماتش، لاعبيه الترجي كان طلبوا بضربه جزاء على اثر لمسه يد من شادي الهمامي، الحكم رجع للفار ولكنه وما عطاش ضربة الجزاء. المباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0، أكبر من كون المباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0، أكثر من كون الترجي الرياضي التونسي لم يمر إلى الدور الربع النهائي. ثم برشا أسئلة زي ما تطرح في خصوص مردود الثلاثة فرق التونسية في كأس الملك سلمان اللي تابعناها من أولها حتى لليوم. شفنا شنو يجي الوقت نحكيه برشا، غطى الحقيقة برشا نقاط استفهام، كل مدرب يقول لا فترة التحضيرات حكاية أخرى، توقيت البطولة وغيره وكل الكلام هذاك الكل موجودين الاعذار هذوما سمعناهم عند كل المدربين تاع الفرق التوانسه، تبقى عندهم حق ما عندهمش، زاد كيف كيف الفنيين هما اللي عندهم الحق ياكدوا اكثر الكلام هذا. وانتوكا الاخبار ماهوش باهي، معناها حتى اذا كان نرجع شويه بالتوالي ونشوفوا مستوى كره القدم التونسيه نقيسوه على مسابقات كيما هذا. اليوم عندنا ثلاثه فرق تونسيه خارج المسابقه، خارج كاس الملك سلمان للانديه العربيه من الدور الاول، ما عندنا حتى فريق من ثلاثه موجودين متعدى للدور الثاني والدور الربع النهائي. ان شاء الله جاي خير نجم نقوله للفرقه التونسيه نتاعنا الكل بصفه عامه، وان شاء الله يعطيك الف صحه لك انت يا احمد عداله مباشره من السعوديه. الافري ماتش تاع مقابله الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الاسبيقسي اكيد ترجع لنا باكثر تفاصيل من خلال التصريحات شنو قالوا الزوز اطراف على المقابله هذه.
وحنا نحكي على كأس الملك سلمان، اليوم تلعبوا مقابلات أخرى من المجموعة الثانية. السد القطري ربح أهلي طرابلس الليبي 1-0، والهلال السعودي ربح الوداد المغربي 2-1. يتأهلوا دونك الهلال والسد حتى للحظة هذية، نجم نقولوا الستة فرق اللي تعداو هما السد القطري، الهلال السعودي، الاتحاد السعودي، الشرطة العراقي، الرجاء البيضاوي المغربي، الوحدة الإماراتي. مازالوا زوز من المجموعة الثالثة. غدوة إن شاء الله نتعرفوا على بقية الفرق المتأهلة للدور الربع النهائي من نحكيه على الكأس هذا، كأس الملك سلمان. دونك غدوة نتعرفوا على زوز فرق اللي مازالوا متأهلوش للدور هذا ويكملوا الدور الربع النهائي. في الميركاتو في تونس نبدأ بالنجم الرياضي الساحلي لؤي بن حسين، جدد عقده مع الفريق حتى الجوان 2026. النهارين الجايين باش يتم تجديد عقود زوز ملاعبين اخرين، صلاح الغدامسي وغفران النوالي. في الأولمبي البيجي تم انتداب محمد علي الرقوبي، اللاعب السابق للنادي الصفاقسي، اللاعب السابق زاد للجي اس كا. الرقوبي صحح مع الأولمبي البيجي لمدة زوز مواسم. نكمل بملعبيتنا التوانسة اللي يلعبوا اليوم مقابلات إياب الدورة التمهيدية الثاني من تصفيات التشامبيونز ليج في أوروبا. عنا ملعبية توانسة يلعبوا اليوم الستة، بدأت ديجا مقابلة أكن السويدي وكالك سبيك من جزر الفاروي. نعرف عمر العيوني موجود مع الفريق السويدي، مقابلة الذهاب وفات بالتعادل 0-0. والسبعة كوبنهاجن فريق الياس العاشوري يلعب مع برايد بليك الإيزلندي، مقابلة الذهاب وفات العاشوري وأصحابه 2-0. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على www.mosaicfm.net.